السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع مع عرب 102. عنوان الدرس المقامة البغدادية لبديع الزمان الهمذاني. أهداف الدرس: أن يقدم الطالب النص بتحديد جنسه ونمطه وفكرته العامة، أن يحدد مقاطع النص، أن يحلل النص مقطعاً مقطعاً وفق مستويات التحليل، أن يقوم النص ويبدي رأيه فيه. حدد من بين المقترحات الآتية الأجناس الأدبية التي تنتمي إلى السرد العربي القديم. الإجابة هي: اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب عما يأتي. النص من حيث الجنس مقامة، حدد الخصائص الفنية المميزة لهذا الجنس. الإجابة: اختر من المقترحات الآتية الفكرة العامة المناسبة للنص. فرح عيسى بن هشام بملاقاة أبي عبيد في الكرخ. تحيل عيسى بن هشام على بدوي من سواد العراق. وصف مأدوبة دعا إليها عيسى بن هشام صديقه أبا عبيد. ينقسم النص وفق البنية السردية إلى ثلاثة مقاطع: وضع البداية، سياق التحول، ووضع الختام. أسند عنوانا لكل مقطع. استخرج من المقطع الأول ما يؤكد كل فكرة مما يأتي. خرج عيسى بن هشام يتصيد ضحية. كان عيسى بن هشام مفلسا. كان السوادي منهكا وبحوزته المال. الصدفة هي التي قادت السوادية إلى عيسى بن هشام. الإجابة: ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. تنقسم الشخصيات في وضع البداية إلى رئيسية وثانوية. سمات الشخصيتين في هذا المقطع ساعدت على نشأة الحيلة ومهدت لسياق التحول. يوحي الفعل أنتهز بطبيعة الأحداث اللاحقة التي ستبنى على منطق انتهاز الفرص. المكان في هذا المقطع خيالي شأنه شأن الأحداث. سعي البطل إلى سد النقص الناتج عن حالة الافتقار هو الذي أدى إلى تنامي الأحداث. توحي ملامح السوادي بالمكر والدهاء. اختر الإجابة الصحيحة. قد نبت الربيع على دمنته، يعني العبارة الثانية: لا نبس ولا نبست، يعني حدد ما يأتي استنادا إلى النص. أنماط الكتابة الحاضرة في هذا المقطع:
نوع الحوار في قول السارد ظفرنا والله بصيد. الوظيفة التي أداها تكثيف الاستفهام على لسان عيسى بن هشام. دلالة منع السودي عيسى بن هشام من تمزيق صداره. وظيفة الوصف في هذا المقطع. علل ما يأتي. انهيال عيسى بن هشام على السوادي بوابل من الأسئلة. مد عيسى بن هشام يده إلى صداره يريد تمزيقه. استعمال عيسى بن هشام كلمة صيد في حديثه عن السوادي. عدم انتباه السوادي إلى خطأ ابن هشام في كنيته ليأكله أبو زيد هنياً. الإجابة أجب عما يأتي. هل كان عيسى بن هشام ينوي فعلاً دعوة السوادي إلى بيته؟ ما المراحل التي قطعها ابن هشام في تنفيذ حيلته؟ حدد الشخصيات الحاضرة في المقطع الثالث، وحدد أيضاً الأحداث التي يتشكل منها المقطع. حفل المقطع الثالث بضروب الفكاهة والإضحاك. بين مظاهرها بالعودة إلى النص. ماذا يخفي الإضحاك بين طياته في هذه المقامة؟ ما أهمية البيتين الشعريين في نهاية المقامة؟ هذا وشكرا لتفاعلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.